فيهم بقى شغل وفيهم شغل مدربين زي ما بيقولوا. اول هدف معانا كان في مباراه الاهلي والانتاج الحربي، وجمله كانت نرجع تاني الاول نشوف الكره من بدايتها. الكره من بدايتها الاول كانت الكره ركنيه يوسف علاء، جمله متفق عليها مع كابتن عادل عبد الرحمن. يوسف علاء حطها، محمد فخري نزل وحطها، ويوسف علاء حاططها، هو قاصد يحطها في الحته دي، حطها بمهاره عاليه جدا، مصطفى عزت بكعب رجله لطشها يعني، فهو محطوطه هنا يعني متفق عليها، والكابتن عادل الرحمن مرنهم عليها. الهدف الثاني لاحمد خالد كارلوس، تسديده صراحه قويه جدا من مسافه بعيده. احمد خالد كارلوس كان بديل في المباراه دي، ونزل الشوط الثاني واحرز هدف حلو جدا، حتى يعني الكره كانت تحت رجله وجهها وفيها قوه، صعب على اي حارس مرمى انه يجيب الكره دي. هنشوف معانا الهدف ثاني، احمد خالد كارلوس من مسافه بعيده، صعبه جدا طبعا على حارس مرمى، وفيها مهاره عاليه وراحه في زاويه بعيده جدا. ثالث هدف معانا محمد سلامه، كان الاهلي والجونه 2001. محمد سلامه ده بيلعب باك ليفت، شايفين متواجد في مكان يعني قليل جدا لما تلاقي باك ليفت في المكان ده، جاي من تحت مهاره عاليه جدا بيعدي، ونهايه الهجمه فيه مهاره عاليه جدا بيحطها تشيب من فوق حارس المرمى، هدف على الطريقه الاوروبيه. ما شاء الله عندنا لعيبه متالقه داخل قطاع الناشئين، وعندنا مهارات عاليه، وعندنا لعيبه ان شاء الله نشوفهم خلال الفتره الجايه مع الفريق الاول. هنروح دلوقتي لمنتخب الاسبوع. خلال الاسبوع اللي فات تالقت لعيبه وظهرت مواهب، لازم نسلط الضوء كل اسبوع على المواهب وكل اللعيبه اللي بتتالق داخل القطاع. كان معانا الاسبوع اللي فات لعيبه تالقت، النهارده معانا لعيبه ثانيه ظهرت بمستوى طيب. هنروح نشوف دلوقتي مع حضراتكم تشكيله الاسبوع وافضل تشكيله للنادي الاهلي في قطاع الناشئين خلال الاسبوع اللي فات. هنبتدي اول حاجه بحراسه المرمى. زي ما احنا شايفين دلوقتي مع حضراتكم هي دي تشكيله الاسبوع بتاعتنا. معانا في حراسه المرمى مروان صلاح. مروان صلاح مواليد 2004، من بدايه الموسم ما دخلش فيه ولا هدف، محتفظ بنظافه شباكه على مدار اربع مباريات. عندنا احمد سيد عبد النبي باك رايت مواليد 2002، وبتصعد دايما مع 2001، ومن العناصر الاساسيه. عندنا الباك ليفت اللي احنا شفناه الهدف دلوقتي من الاهداف المميزه، محمد سلامه باك ليفت مواليد 2001، احرز هدفين في مباراه الجونه، واحرز الموسم ده اربع اهداف. عندنا حسين لطفي مواليد 2000، بيلعب مساك، والكابتن بيلعب خط وسط مدافع، والكابتن امين عرابي وظفه برده في مركز المساك، يعني بيلعب في مركزين خط وسط مدافع ومساك، ومن العناصر الاساسيه. عندنا عادل زينهم مواليد 99، من افضل المدافعين، وكان نجم من نجوم مباراه الاهلي والداخليه اللي فاز فيها الاهلي 1-0 الاسبوع اللي فات. عندنا محمد نصير، وانتظروا اسم محمد نصير. محمد نصير من اللعيبه اللي بيعجبوني على المستوى الشخصي، هو مواليد 99 وتم تصعيده الفتره اللي فاتت للفريق الاول، وهو من العناصر الاساسيه اللي مع الكابتن عادل عبد الرحمن مع فريق 97 شباب الاهلي. عندنا برضو مصطفى عزت لعيب وسط مهاجم مواليد 97، احرز الموسم ده هدفين، ومن اللعيبه المميزه الموهوبه. عندنا احمد سيد غريب برضو تحت المهاجم مواليد 2002، وهو هداف عنده 8 اهداف الموسم ده. عندنا محمد رضا مواليد 2002، بيلقبوه بخليفه ابو تريكه في قطاع الناشئين، عنده الموسم ده عمل تسع اهداف من 30 هدف احرزه فريق 2002، ومن العناصر المميزه محمد رضا. عندنا مصطفى بدري من الوجوه الجديده اللي انضمت لقطاع الناشئين، وزي ما قلت لحضراتكم دي السياسه اللي بتتبعها لجنه الكوره. مصطفى البدري من اللعيبه المميزه، انضم من اسوان، بيلعب تحت المهاجم، احرز هدفين وصنع هدفين، وكان احرز هدف في المباراه الاخيره مع الانتاج الحربي. عبد الوهاب علي مواليد 2001، وانضم اخيرا مع الكابتن ربيع ياسين مع منتخب مصر مع 2001، وهو بيتصدر هداف بطوله الجمهوريه للناشئين برصيد 7 اهداف. هي دي التشكيله عندنا، وافضل تشكيله خلال الاسبوع اللي فات، دي اللعيبه اللي تالقت وظهرت بمستوى طيب. ودايما كل اسبوع هنسلط الضوء على كل اللاعبين القطاع اللي بيتالقوا دايما في خلال المباريات. هنروح دلوقتي لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه.